أستاذة إيه، من واقع القضايا والمحاكم ومشاكل الرؤية والكلام ده كله، قولي لي إيه رأيك في الموضوع ده؟ والله أنا بحيي ضيوف حضرتك الكرام، وقبل أي حاجة أحب أنوه للسادة المشاهدين إن أنا محامية حرة. يعني إيه محامية حرة؟ يعني بحمي الملف للزوج وبحمي الملف للزوج، أنا بشتغل وليس طرف محايد لجهة مش معينة تخصص زوجة ولا زوج. أنا فاهمك. ولكن إحنا للأسف أحب يعني أقول اللفظ ده، إن الرجل المصري في سحق بسبب قانون الأحوال الشخصية. بمعنى إيه؟ بمعنى أوضح، إن منذ نشأة قانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة في 2004، وكان هدفهم إن يكون في مكتب تسوية منازعات على سبيل حضور الزوج والزوجة، ويبقى في تصالح أو ودي ما بينهم، ويكون القاضي واحد في دايرة واحدة مختص بقانون الأحوال الشخصية. يعني يكون ملف واحد شامل قضايا الأسرة كلها، كأجور ونفقات ورؤية واستضافة، أيا كان هي نوع القضية اللي لجأت ليها الزوج. ولكن طبعا ده ما بيتنفذش حاليا. بالنسبة للرؤية وبالاستضافة، طبعا احنا شايفين ان ما فيش اصلا آلية تنفيذية. يعني استصدر القانون الجديد المشروع، طبعا احنا قدمنا مشاريع جديد كتير جدا في قانون الاحوال الشخصيه، كلها لم تدخل حيز النفاذ حتى بمعنى الان. بمعنى ايه آلية تنفيذيه؟ حاجه تجبر او تلزم بالظبط، الطرف يكون اللي مع في عقوبه هو رادعه بحكم انهاء بيت. يعني انا دلوقتي لما ناقشوا القانون الجديد بالنسبه للاستضافه وفرحوا الاب رغم ان ده انا طيب مش شايفه. قبل الاستضافه، الام اللي ما بتجيبش الولد في الميعاد المتفق عليه علشان الرؤيه، هقول لحضرتك بيحصل في تلاعب طبعا، وفي تعنتات وتشحنات ما بين الزوج والزوجه، اللي بيحصل ان الزوج بيروح عشان ينفذ رؤيه، والعكس صحيح. يعني اذا كانت تعنتات من اي طرف، ما ساعات بيبقى الاب هو الممتنع المعلم بالظبط للحاضن، الطرف الحاضن، فبيروح وبينفذ رؤيه، بيبقى في دفتر حضور وانصراف. طيب المفروض ان الزوج او الزوجه بيمضوا الحضور والانصراف. طبعا الزوجه ممتنعه عن تنفيذ الرؤيه، ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان هو الزوج بياخد الشكل القانوني اللي هو 3 محاضر متصلين او 6 محاضر منفصلين، يعني اثبات بيهم حاله ايه بعد كده؟ بيثبت ان هي ممتنعه عن تنفيذ اثبتنا الرؤيه. الحاله بتروحيه جايه قدام القاضي بروشته علاج بتثبت ان الولد كان مريض او في سبب قهري منحها من عدم تنفيذها للرؤيه. دي روشته العلاج اللي كنت بسال عليها من شويه. بالظبط، بس انا مش بتكلم لا لا على لا طبعا في مكمل حالات الاحترام، كتير قوي يعني بيبقى فيها تلاعب وفيها تعنتات وتشحنات ما بين الطرفين. في امهات بتتحبس لما يعني، لا ما فيش في حبس. لا لا ما فيش الكلام. انت قلت لي في غرامه، انا سمعت اقول لك على غرامه. انا اعرف حاله شخصيه ما فيش حبس ما نفذتش الرؤيه، اتحكم عليها بسنه ب100,000 جنيه غرامه. لا 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 ما فيش الكلام ده. لا 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 لا، اتحكم لي النهارده في ان انا ما شفتش. لك بايه؟ هيتحكم لي ب10,000-15,000 جنيه. هعمل ايه؟ انا ايه موجوده والله. انا حضرتك بعد اذنك، انا لو اتحكم لي انا عايز اعرف القانون، هل القانون بيقول غرامه يا استاذه؟ لا 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 لا، انا عايز افهم. لا لا انا مش بتكلم كده، انا عايزه انا عايزه افهم القانون بيقول ايه، الماده بتقول ايه، حبس او غرامه؟ حبس او غرامه. يعني في الاثنين موجودين، فدي حسب تقدير القاضي. لا يا فندم، دي حسب تقدير القاضي، ممكن القاضي يدي، بس يعني هتبقى طبعا صعبه. مش هيحصل. اوضح لحضرتك النقطه دي بعد اذنك. الحاله الشخصيه دي انا عارفاها يا فندم شخصيا. طيب حصل دي حاله فرديه وليس بصفه عامه. ما هو انا بقول لك، ما هي يا جماعه احنا لو سمحت، لا 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 نسمع بعض. احنا بنقول المادة في القانون بتقول كده، يا حبس او غرام. بيحصل ساعات الحبس او بيحصل ساعات الغرام. لا لا ما فيش الكلام ده. الاغلب العام بتقول، ما هي دي المشكلة. الاغلب العام غرامة. هقول لحضرتك الاغلب ايه. الاغلب يا فندم ان حضرتك بعد سنة ولا سنة ونص انا برفع قضية، لما بيتحكم فيها بيجيبها القاضي، لا ما تعمليش كده، والولد يشوف ابوه. انا بقول لحضرتك لو ارفع سنة أي تاني سبب قهري وهي ما بتجيش، الحضانة تسقط لمامتها شهرين اللي هو في الاوضة التانية. في وسط كلامك قلتي لي مقترح الاستضافة. مقترح الاستضافة هو أنا شايفاه من وجهة نظري الرؤية، مفيش طفل بيستضيفه أبدا. يعني المفروض أن الطفل المصري يرجع تاني يعود لعصب الأب. يعني مقترح الاستضافه يعني اللي هو التخوف انك ايه زي ما جبت يخطفوا يهرب بيه. ما لا لا، في عقوبه وفي حبس، في اليات ضمانات. ولكن تمام، انا بس بعد اذن حضرتك. بعد اذنك طبعا. بعد اذن حضرتك اتفضلي. بصي يا فندم، دلوقتي حضرتك هي الاستاذه بتتكلم على اليات التنفيذ. طب والاطفال اللي اتخطفت من الرؤيه، في اليات تنفيذ بتوفيها؟ مفيش اليات تنفيذ للرجوع واحد دي. تمام حضرتك، انا هعلق على النقطه بتاعت الاستاذه. الاطفال اللي اتخطفت ديت على فكره دي نسبه 7 او 8%، فمش هينفع ان انا اعمل قانون على 7 او 8%. لا رؤيه 5%. اديني العصايه من النص ونطمن كل الاطراف اللي في اليات تنفيذيه. اذا كان للزوجه والزوج، يعني من حق الام ان هي يبقى في ضمان عليا. انا اخدت ابني قبل كده،
يعني وبرضه بسبب تعنت. انا لو كنت بشوف ابني بالرؤيه انا كنت عملت التصرف ده. طبعا عملته، لان انا طبعا محروم منه اكتر من سنتين. خدته من المدرسه بقى كده ولا ايه؟ لا خدته من عند البيت. واي اب لو هو عايز ياخد ابنه هياخده من اي مكان. ده كده يبقى خلاص. انا بقول لحضرتك يبقى خلاص تمام. بعد كده انا نفذت رؤيه. طب قولي تمام. اربع سنين ثانيه واحده بس. استناني، لما عملت كده وخدت الولد بالشكل ده تمام، ما هي دي برضو كانها، ما انا عارفه انها غلط، بس كانها قرصت ودن او شده، اللي هو ده حضرتك قلت لي في وسط الكلام اي اب لو عايز ياخد الولد هياخده. نفسيه الولد ايه بقى؟ ما هو غلط. بص ايه ونفسيه الولد ايه؟ ولد اتحرم من ابنه ومش عارف ايه. بصي يا فندم، بصي يا فندم، استاذه ندى دلوقتي الزوجه بتطالب بحقوقها كزوجه، اللي هي من حقها ترفع 23 دعوه امام محاكم الاسره، ولكن الزوج حقه حاجه واحده بس، ان هو من حقه يشوف ابنه. ال 23 دعوه اللي بتقولي عليهم، ال 23 دعوه الحريف بتقولي عليهم بترفعوا في يوم وبنستلمهم في يوم وبنعملهم في يوم. احنا بنتكلم قد ايه؟ احنا بصي، ما انا برجع تاني بقول لحضرتك ان احنا مشكله الاليه التنفيذيه مش موجوده في المحاكم. اذا كانت في نفس الدائره. انا بس استاذ حام، لما حصل التصرف ده حضرتك غلب يعني خلاص، يعني طلعت عن شعورك وانا هاخد ابني وخلاص انا مش عارف اشوفه. دي كانت وقعها ايه على الام؟ او ما فيش، ما ردتش نفسها، ما راجعتش نفسها، اللي هو يعني شفت ابني بالرؤيه، بقيت بشوف ابني بعدها بالرؤية. ساعتها ظبطت الدنيا بعدها يعني. بقيت اشوف ابني بالرؤيه. ما احنا مش عايزين نرجع للطرق العنف عشان شفتي بقى. ما هو ده اللي انا خايفه منه، ده اللي انا بتكلم فيه، اني لا احرم الاب ولا اعسف الام. لو يعني في قانون بقى برادع، بحكم رادع وبآلية تنفيذيه للمحظور، يعني ايا كان اذا كان الزوج اخلت بعدم تنفيذها للرؤيه. مفيش حكم على الام. حضرتك انا دلوقتي ما بشوفش ابني، لو اتحكم لي بمليون جنيه انا يعوضوني عليه؟ لا مفيش الكلام ده استاذ. انا بعد الهوا اقول لك ما دام في حاله عنديه في حالات بتبقى حالات عامه. مصره ان في ام اتحبست؟ لا مفيش الكلام ده. دي حاله فرديه يا استاذ. في ام اتحبست، دي حاله فرديه. انا ولا عايزه، لكن احنا كل يوم في المحاكم وانا في المحاكم والله العظيم. انت محاميه شاطره، ربنا يعينك. ده حد فرصه نتكلم. لا انا بتكلم انه يبقى في قانون، يبقى فيه بيوفر ضمانات آلية تنفيذية زي ما انت بتقولي. ما لا الام في غرامه ولا حبس، ولا الاب يخطف اولاد، ان يبقى العلاقه متزنه وصحيه بغض النظر عن المشاحنات بقى او الخلافات او نفسيات الاب والام. الولاد ما لهمش دعوه. بالظبط كده. انا هعرض لحضرتك حاله وصفه عامه جدا، وفي شخصيات كتير غيره بيبقى صفات عامه ومعروفه. استاذ احمد عز، وانا طبعا مبلغاه ومستاذناه ان انا اذكر اسمه في الحلقه، ومعايا اسقاط حضانه، والام هربانه بالولد بقالها كتير، وعمال يتنقل من مكان لمكان، والولد كان قدامه والحكومه ما عرفتش تجيب له الولد. طب ما في برضه امهات بتروح تنفذ ثانيه واحده. تخيلي ان معلش انا متحفظه، يعني انت فاجئتيني على انا متحفظه على ذكر اسماء او حالات بعينها. انا مستاذنه معلش معلش مع كامل الاحترام. النقطه اللي عايزه اوصلها لحضرتك، بس احنا دايما، انا حتى بقول لحضرتكم مش عايزه الطرف الثاني، لانه في حالات كتيره جدا جدا، ولو سمعنا وجهه النظر الثانيه، لو زوج حضرتك دخل دلوقتي او طليق حضرتك هيقول كلام تاني، لو طليق حضرتك كلام تاني، كل واحد شايف بالزبط. من وجهه نظره هو الشخصيه، للاسف قانون الاحوال الشخصيه، وان هو اللي مظلوم. انا شايفه ان في الاول وفي الاخر الطفل هو المظلوم. تمام.